خلينا نتكلم بسرعه في تطبيقات تهم كل اب وام وتهم كل اسره مع دخول رمضان، ونبدا بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. كل سنه وانتم طيبين مع دخول رمضان. خلينا نقول انه مع دخول رمضان بنبقى عايزين نحط قيود الى حد ما علشان نتجنب اي شيء، يعني نقدر نقول باختصار ملوش لازمه بدون دخول في تفاصيل. فبالتالي يهم كل اب وام ويهم كل اسره انها تحافظ قدر الامكان على فكرة التعرض للمحتوى اللي على الانترنت، لان كلنا دلوقتي بقى معانا موبايلات وكلنا بنفتح انترنت، وخصوصا الاطفال اما من خلال موبايلات خاصة بيهم او من خلال موبايلات الاب والام. فهنتكلم بسرعة في 3 تطبيقات تهم كل اب وام وتهم كل اسرة، بحيث انها تتجنب المحتوى الغير لائق ان هو يعرض على اطفالها او ان هو يظهر قدامها وهي شغالة مثلا. اول تطبيق معانا واللي ليه الاولوية هو تطبيق للاطفال، وهو تطبيق يوتيوب كيدز. هو تطبيق بتحمله على موبايل طفلك بحيث انك تقدر تتحكم في المحتوى اللي بيظهر قدامه، بما يعني انك تقدر تعرف ايه المحتوى اللي بيدخل عليه وتقدر تحدد له محتويات معينه اللي هي المناسبه لعمره او المناسبه للاطفال. طبعا جوجل بيحدد لك ايه المحتوى المناسب ليه على حسب سنه، وبناء عليه بيظهر له المحتوى ده بس. يعني باختصار زي ما قلنا بتقدر تتحكم في المحتوى اللي طفلك بيتعرض ليه من خلال اليوتيوب، بما ان كلنا دلوقتي بندخل على اليوتيوب زي ما الفيديو ده نازل على اليوتيوب بالظبط. وبالمناسبه التطبيق ده تقدر تحمله على موبايلك انت لو طفلك مش معاه الموبايل الخاص بيه وكل شويه هياخد موبايلك علشان يدخل على اليوتيوب. وبعد ما خلصنا اليوتيوب ندخل بقى على الموبايل بالكامل وكل التطبيقات الموجوده عليه، وفي حاجه زي كده موجود معانا تطبيق جوجل فاميلي لينك. من خلال التطبيق ده بتقدر تتحكم في موبايل طفلك من كل ناحيه، يعني تقدر تتحكم في ايه الحاجات اللي تظهر قدامه، تقدر تخفي تطبيقات من التطبيقات الاساسيه اللي موجوده على الموبايل، تقدر تتحكم في ايه التطبيقات اللي يقدر يبحث عنها ويحملها من المتجر، تقدر تتحكم في مده فتح التطبيقات او مده عرض التطبيقات، تقدر تتحكم في مده فتح الجهاز نفسه. كل حاجه تقريبا بتظهر في موبايل طفلك تقدر تتحكم فيه، وكل ده طبعا في حاله لو طفلك بالفعل معاه موبايل خاص بيه، بحيث انك تقدر تتحكم في كل حاجه بتظهر على الموبايل، وتقدر كمان تعرف هو بيفتح ايه وبيستخدم ايه طول الوقت. طبعا هو جوجل فاميلي لينك موجود منه نسختين، نسخه جوجل فاميلي لينك للوالدين ونسخه جوجل فاميلي لينك للاطفال والمراهقين، بحيث انك بتحمل نسخه على موبايل طفلك ونسخه على موبايلك وتجيب الموبايلين قدامك وتمشي على الخطوات اللي هتظهر قدامك علشان تربط الموبايلين ببعض او تربط التطبيقين ببعض، بحيث انه من البدايه بيقول لك انت عايز تظهر ايه على موبايل طفلك، وبعد كده تبدا رحلتك مع التحكم في المحتوى اللي موجود على الموبايل. وبعد ما خلصنا الحاجات الخاصه بحمايه الطفل ندخل بقى على الحاجات اللي ليها علاقه بالاسره بالكامل او بيك انت، ومعانا فيها تطبيق للموبايل وفي منه نسخه للكمبيوتر، وهو تطبيق اسلامي اسمه سلام ويب. طبعا التطبيق ده او المتصفح ده فيه مميزات عظيمه جدا، وكل اللي هنقول عليه موجود في نسخه الموبايل، وهو برضو موجود في المتصفح اللي على الكمبيوتر، زي انه مثلا في مواقيت الصلاه وتقدر من خلال الاعدادات انك تخليه ينبهك في مواقيت الصلاه المختلفه، وكمان برضو بيعرض لك شويه حاجات متعلقه بالطقس زي مثلا الرطوبه ودرجه الحراره، ولو انت مفعل اللوكيشن بيدلك كمان على اقرب مسجد ليك. مش بس كده، هو كمان بيعرض لك اهم الاخبار وباللغه العربيه. لكن من اهم المميزات اللي موجوده فيه انه بيحجب كل المواقع اللي بتعرض محتوى غير لائق او محتوى سيء، وكمان حاجه زي كده ما بتتغيرش في الاعدادات، فتقدر من خلال الموبايل بتاعك او موبايل طفلك لو معاه موبايل او من خلال الكمبيوتر زي ما قلنا في نسخه متصفح، انك تخليه المتصفح الافتراضي بتاعك، وكده كده هو بيظهر لك رساله بحاجه زي كده، بحيث انك تقدر تستخدمه تجنبا لعرض اي محتوى غير مناسب. اما بقى لو انت مصمم على جوجل كروم، سفاح الرام وعم الكراشنج ورئيس مجلس إدارة هيئة السلاحف، فمن الموبايل أو الكمبيوتر بتدخل على الإعدادات وبعد كده إعدادات الموقع، بتلاقي عندك خيارين: Protected Content، ودي بتفعلها بتحاول تقلل من المحتوى السيء قدر الإمكان، وبتلاقي تحتها Insecure Content، ودي بتفعلها وبتضيف جواها مواقع معينة في قائمة الحظر، بحيث أن المواقع دي بتتقفل من على المتصفح خالص وأي نتائج بحث خاصة بيها بتتقفل. وطبعا في الصور بتفعل خاصية البحث الآمن بحيث انها تحجب اي محتوى شبيه بالمحتوى اللي انت لسه حاضره من شويه. وطبعا الخطوات دي بتحمي قدر الامكان، لكن الرك على الاستخدام، واكيد هيكون موجود تحت في صندوق الوصف كل اللينكات الخاصه بالتطبيقات اللي اتكلمنا عليها، بحيث انك تقدر تحمل اي تطبيق تحبه منهم وتبدا تستخدمه. رمضان كريم وكل عام وانتم طيبين، نلقاكم على خير.